يوم حزين تعيشه مدينة الإسماعيلية بعد هذا الحريق الضخم الذي اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية. هذا المبنى الذي تفحم بالكامل كما تظهر الصورة خلفي. ومع ساعات الصباح الأولى كانت قوات الحماية المدنية تعمل على إطفاء هذا الحريق، ونجحت بالفعل بعد ساعات في إطفائه بمعاونة طائرتين من الهليكوبتر من القوات المسلحة المصرية. وأمر النائب العام المصري بتشكيل فريق للبحث عن أسباب هذا الحريق، وكذلك وصل وزير الداخلية المصري للتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية إلى المصابين، وكذلك أمر بتشكيل لجنة فنية من الخبراء للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى. من جانبها دفعت وزارة الصحة المصرية بـ50 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين، وقالت في بيان لها اليوم بأن عدد المصابين لا يقل عن 38 شخصا، تلقى منهم 12 شخصا الرعاية الطبية في موقع الحادث، وتوجه 26 آخرون إلى المستشفيات من أجل استكمال علاجهم، وكانت الحالات ما بين حروق واختناق. مينا حبيب، قناة الغد، الإسماعيلية.